Yeah.
أزواجا لتسكنوا إلى
إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للمهر وأحصد للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم ركعة من متزوج أفضل من 70 ركعة من العزب. وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة فهذا قد مبارك ميمون واجتماع على حصول خير يكون فيه عبد وحشين فأسأل الله أن يلقي بينهما.